دائمة. مرحبا بكم مستمعينا، ان شاء الله صحتكم دائما، ان شاء الله اي مريض ربي يشفيه ويرجع لباس عائلته في صحه دائمه. مش نتحدثوا على قافله صحيه، الشعار نتاعها قد ما تفطن به بكري قد ما يكون الشفاء اسهل. هذه قافله مش تحدثنا عليها الدكتوره سلمى قدريه الكاتبه العامه لجمعيه نوران. صباح النور دكتوره، نهارك طيب. صباح الخير وكل مستمعين اذاعه الوطنيه، اهلا وسهلا بك. احنا باش نحكيوا على القافله الصحيه مامو الحياه، اللي هي الشاحنه المتنقله اللي تقوم بكل الفحوصات اللازمه لتقصي مبكر لسرطان الثدي. هذايا وين مش يكون ووقتاش مش يكون؟ الوغ احنا بدينا من شهر ديسمبر، وكل شهر عندنا ستاسيون يقفوا فيها، وهذه باش تكون المرحله السادسه ان شاء الله يوم السبت في دوار هيشر. ودوار هيشر نهار السبت ولايه منوبه، مش تكون مفتوحه للجميع بالطبيعه؟ فين بلاصه في دوار هيشر مش يسمعوا فينا ينجموا يجيو؟ في دوار هيشر باش تكون في الديوان الوطني للأسرة والعمران في شارع القيروان، باش نكونوا غديكا يوم كاملة من 8 نتاع الصباح حتى للساعتين 3 وقت اللي نكملوا الخدمة نتاعنا. يعطيكم الصحة. هذا نهار 25 ماي 2024 إن شاء الله في دوار هيشر. اكزاكتومون، باش نكونوا طاقم طبي كامل من المختصين في الاورام، يعني عندنا جراحه، عندنا الاورام الطبيه، عندنا العلاج بالاشعه، وعندنا مختصين التصوير، وعندنا زادا مختصي الهيستوباثولوجي، يعني وقت اللي باش نعملوا فما حاجه مثلا لازم عينه نعملوها، باش تكون القراءه في وقتها، يعني باش يكون فحص كامل للمراه وباش تروح بالنتيجه نتاعها، ولا قدر الله اذا كان فما حاجه اللي هي تنبأ بخطر والا معناتها حاجه مشكوك فيها وقتها توجهوها بشكل كبير في حاجه، باش نوجهوها للمختصين باش هكاك تقوم بالعلاج نتاعها ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتوره سلمى قدريه الكاتبه العامه لجمعيه نوران. القافله هذيا نعاود نتذكر مش تكون ان شاء الله نهار السبت من 8 متاع الصباح. توا انتوما اللي تحبوا الرياضه وتتبعوا اخبارها ومستجداتها ابقوا معنا، خاطر رفقي بوستها هوني يدخل ياخذ بلاستي ويقدم لكم الاخبار الرياضيه، ومن بعد عنا موجز ثم نرجع ونكملوا معاكم في يوم سعيد. تسمعوا معنا اليوم